بيرنز مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية قالها صراحة أن إيران على بعد أسبوع لصنع قنبلة نووية. بعض التسريبات أشارت إلى أن إيران فعلا أجرت تجربة لتفجير نووي في الصحراء بإيران، وأسفر ذلك عن هزة أرضية سمعها أغلب سكان إيران. يعني إلى أي حد يمكن إذا ما صحت الأنباء حول هذه التجربة أن يكون عاملا حاسما في ردع إسرائيل لتوجيه ضربة لإيران، أم أنه سيكون يعني حافزا لإسرائيل لتوجيه هذه الضربة، علما أن نتنياهو قيل حسب التسريبات أيضا قال لبايدن في المكالمة الهاتفية أن إسرائيل أمام فرصة تاريخية لا يجب أن تفوتها لضرب إيران. هذا بالفعل ما يزعج إسرائيل، أنها تعتبر امتلاك إيران لسلاح نووي تهديد وجودي لإسرائيل. وما خرج من تصريحات لويليام بيرز مدير الاستخبارات الأمريكية وأيضا ديفيد شنكر كما قال أن إيران اقتربت بالفعل من معدلات عالية لتخصيب اليورانيوم وبإمكانها إنتاج عدة قنابل نووية. وأيضا هناك طيار داخل إسرائيل، طيار يمين وأيضا طيار مساند له داخل الإدارة الأمريكية، يرى أن استهداف المواقع النووية هي فرصة تاريخية وفرصة ذهبية حتى تتخلص إسرائيل من هذا التهديد الوجودي، وهي أيضا تخدم إدارة بايدن التي أعلنت مرارا أن إيران لن تملك قنبلة نووية. لكن التوقيت هو ما يفرض تغييرات في هذه الرغبة في استهداف المواقع النووية، خاصة أن إسرائيل عملت على تعطيل هذا البرنامج النووي من خلال اغتيال علماء نوويين، من خلال بعض المناوشات غير المباشرة التي لم تكن مباشرة بشكل كبير، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه كأساس أنه يعني يتبقى على الانتخابات الرئاسية الأمريكية 3 أسابيع، يمكن لإسرائيل الرد ردا قويا ومؤلما لإيران دون أن يؤدي إلى رد مضاد. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي سيتم تأجيل مناقشته وكيفية القضاء عليه أو استهدافه إلى ما بعد 5 نوفمبر. قد تكون إدارة هاريس يعني ستدعم إسرائيل في هذا الاتجاه، خاصة أنها أعلنت صراحة الالتزام بأمن إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وقد تكون إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهنا سيكون لإسرائيل مطلق اليد ومطلق الحرية في القيام بذلك، لأن هناك دعما كبيرا يفوق بكثير يعني دعما من الرئيس ترامب يفوق بكثير دعم كاميلا هاريس. وبالتالي تأجيل هذه الرغبة في استهداف البرنامج النووي قد تكون لعدة أسابيع، لكنها في النهاية لا يعني لن تصمت إسرائيل على وجود قنبلة نووية في يد إيران، وتستعد لها بخطط عسكرية مختلفة ومتنوعة، قد تتضمن أيضا هجوما سبرانيا، قد تتضمن تفجيرات، قد يعني الحصول أيضا على الأسلحة اللازمة من الجانب الأمريكي لقنابل ضد التحصينات. يعني الأمور معروضة على مائدة المفاوضات ويجري الاستعداد، وفي ذهن الجانب الإسرائيلي هذا الخطر الكبير من يعني إقدام إيران على امتلاك قنبلة نووية. نعم.